كابتن اسامه الف مبروك للنادي الاهلي. الاداء ما اتغيرش كتير عن الشوط الاولاني. ولم نستغل النقص العددي لفريق ابو قير حتى الشوط الثاني. احنا قلنا مش هيقدروا يكملوا ب 10 لعيبه الشوط الثاني كله، ويمكن يقعوا على نص الشوط ولا حاجه، ولكن فضل الاداء زي ما هو. مبروك طبعا للنادي الاهلي والجهاز الفني. والحاجه الحلوه طبعا اللي حصلت النهارده ان احنا عدينا للدور قبل النهائي، لان الكاس بطوله مهمه. صحيح طبعا الدوري العام اللي احنا حصلنا عليه اهم، وان شاء الله بطوله افريقيا اللي جايه، لكن برضو الكاس بطوله مهمه. واحنا اكتر ناس في تاريخ مصر واخدين البطوله، ولازم نحافظ على الريكورد ده. النهارده الاداء طبعا كلنا شايفين انه اقل من اللي احنا متوقعينه، ولكن مستر موسيماني برضو مغير في شكل الفرقه كتير. احنا قلنا اكيد هو لو بيلاعب فرقه مستوى اعلى من كده كان ممكن جدا الناس اللي نهوا زي أفشة، زي ديانج، زي الشحات، زي مروان، كان ممكن يبقوا من بدري شويه او مزبوط. من بدايه اللقاء مزبوط. ولكن هو لعب بظروف احساسه وطبعا احساس المجموعه اللي معاه انه بيلعب فرقه من الدرجه الثانيه، مستوى المنافس، فهو خد اللي هو عايزه، اللي هو احنا كسبنا. واعتقد لو الامور كانت في ظروف تانية كان ممكن التشكيل يبقى غير كده.